تعالى ناخد القيمة الثالثة اللي هي رقم 3 على الاكس بار، ونشوف هنحسب الواي هات المقابل بتاعها ونعوض فيه المعادلة بتاعتنا 3. هنحط 2.2 زائد 0.6 مالتبلاي باي 3، 3 في 6 ب 18 يعني 1.8 من 10 زائد 2.2 من 10 دي بتساوي 4. يبقى انا النقطة الثالثة بتاعتي على الاستيميتد لاين هو 3 و4. لو تفتكروا 3 و4 هي النقطة الرئيسية اللي بيلتقوا معاها اللي انا حسبت منها البي نوت. طب نكمل، هنعوض في 4 الاكس 4، هنحط 4 هنا، يبقى 2.2 من 10 في 0.6 مالتبلاي باي 4، 4 باي 6 2.4، يبقى دي بتساوي 4.6 من 10، وتبقى القيمة بتاعتنا اللي هم 4 و4.6 من 10 ملتقين مع بعض على نفس الاستيميتد لاين بتاع الريجريشن. واخر واحدة اللي هي الخمسة، هنعوض 5 في 36 هتبقى 3، 3 و2 و2 من 10 يعني 5 و2 من 10. يبقى انا كده جبت كل القيم اللي موجودة على الاستيميتد لاين وحسابيا حسب القانون، وبعدين جبت البسط والمقام حلتهم مع بعض. دلوقتي هو عايز مني y hat minus y bar بس، لا ده عايزه سكوير. خلاص انا طبعا اظهرت ال y bar علشان احنا عايزين y hat minus y bar. ايه ال y hat minus ال y bar؟ ال y bar اللي هو المين الاصلي بتاع الداتا الديبندبل، وال y hat اللي هي الاستيميتد فاليو وبعدها ايه قد ايه عن المين. لاحظ ان انا خدت في الاولانيه خدت الاكشوال فاليو وبعدها ايه عن المين، دلوقتي انا هاخد الاستيميتد فاليو بعدها عن المين وبعدين اقارن الاثنين ببعض، وهو ده اساس الريجريشن اناليسيس، عمليه المقارنه بين تو سيتس اوف داتا او تو ديستريبيوشن اوف داتا او اكتر يعني. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ واي هات ماينس واي بار، يعني كل الارقام دي ناقص 4. 2.8 ماينس 4 بتساوي كام؟ ماينس 1.2. 3.4 ماينس 4، 3.4 ماينس 4 ودي بتساوي ماينس 0.6، وبعدين 4 ماينس 4 بتساوي 0، و 4.6 ماينس 4، 4.6 ماينس 4 ودي ايكوال 0.6، 5.2 ماينس 4 ودي بتساوي 1.2. طبعا انت لو جمعت دول هتلاقيهم بصفر، وبالتالي ده السبب الرئيسي اللي انا بعمل سكوير، وعشان كده بتطلع ار سكوير، لان كده مش هطلع بنتائج فانا هضطر ان انا اعمل لهم سكوير. خلاص السكوير بضرب الارقام في بعضها ودي النتائج اللي هتطلع مع الارقام 1.44 0.360 0.36 1.44. باخد المجموع بتاعها علشان لو تفتكروا ان احنا عايزين ناخد المجموع بتاعهم كلهم التوتال، يبقى كده المجموع العام بيساوي 3.6. يبقى انا خلصت القيمة دي 3.6 وخلصت القيمة اللي في المقام اللي كانت 6. القيمة دي بتاعت ايه؟ مربع بعد المسافات بتاعت الاستيميتد فاليو من المين. والقيمة التانية اهو، هنعمل عملية مقارنة بقى، ده اللي احنا عملناه ده comparing estimated values with the mean. فاكرين بقى ال actual value بتوعنا؟ اهم انا رسمتهم علشان نقارنهم بقى ببعض. احنا المفروض ده الحاجة المثالية والمفروض ده ال actual value، وبقارنهم بعدهم ايه عن المين عشان اعرف انا قد ايه قريب من القيمة المثالية، او ال process اللي احنا بنشتغله ده قريب قد ايه من المثالي اللي موجود اللي هو المين. فانا كده عندي المعادلة مكتملة، وبالتالي انا استطيع ان انا ابدأ اقارن ما بين مجموع اللي هو الواي هات ماينس الواي بار سكويرد على مجموع الواي ماينس الواي بار سكويرد. ادي الاتنين القيم اللي احنا طلعناهم بعد ما جمعناهم، يبقى انا عندي الار سكويرد منتهى السهولة جدا بتساوي اللي هو
مجموع الواي هات ماينس الواي بار سكويرد ومجموع الواي ماينس الواي بار سكويرد. طيب النتيجة دي كام؟ سهلة، 3.6 على 6، والرقم بتاعي هيطلع 0.6. ده الار سكويرد. يا جماعة اللي حصل اللي فات ده كله حسابات، تمام، الناس بتشتغل بيها، ده للمفهوم العام بس. انا بالنسبة لي بقى لما الار سكويرد ده يطلع 0.6 انا استفيد من الرقم ده ايه؟ في الغالب الرقم اللي هو له علاقة بين الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل اللي هو الريجريشن اناليسيس او الريجريشن لاين، الار سكويرد بيبقى ما بين رقمين، ما بين واحد وماينس واحد. الرقم ممكن يطلع موجب وممكن يطلع سالب. لو طلع موجب هفهم ايه العلاقه بين الاثنين، ايه انا كل شغلي ايه العلاقه بين الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل. فانا لو الرقم بتاعي ده طلع من 0 ل 0.5 فده يعتبر الويك ريليشن وبيبان عندي في الصوره، ولو طلع سترونج قرب من الواحد يبقى ده حاجه كويسه، يبقى سترونج ريليشن او بوزيتيف ريليشن. ممكن كمان الرقم يطلع بالنيجاتيف وهنشوف دلوقتي، يعني ماينس 0.5 ده ويك والسترونج اللي هو بيقرب من الماينس 1. طب انا عندي العلاقه اللي احنا طلعناها بين السيتس بتاعتنا، الداتا بتاعتنا كانت 6.10 زي ما احنا شايفين، فده يعتبر سترونج ريليشن بين الاثنين زي ما احنا شايفين. انا عايزكم تخلي بالكم من اللي هيحصل اللي جاي، بص على الداتا وهي بتتغير وهوريك الرقم الار 2 او الريجريشن بيتغير ازاي. لو احنا عملناه 0.9 يعني علينا ريليشن، بص الارقام، بص الداتا هتقرب ازاي من الاستيميتد فاليو. الاكشوال داتا بتقرب من الاستيميتد فاليو وهتبقى 0.9، ده العلاقه فيري سترونج، يعني الحاجه اللي في الكتب او المين، تمام، الاكشوال الناس بيعملوه قريب منه جدا جدا جدا. زي مثلا ما اكون عامل مثلا بوليسي، عامل مثلا بروسيدر داخل المستشفى كاتبه، لو الناس اتبعته يبقى هو ده المين، لو بيعملوه زي الكتاب بالظبط يبقى هو ده المين. الفرق هو اني اعمل حاجه بعيد عن البروسيدر اللي المفروض اعمله، وبالتالي انا عايز اقرب الفرق ده او اقلل ايرور. طب ما تيجي نتفرج كده، لو احنا بقينا واحد شوف الداتا بقت قد ايه، بقت فوق بعض بالظبط، وبالتالي انا كده تيبيكال زي الاستيميتد فاليو. ده شبه مستحيل ان احنا نعمله في المؤسسة يعني، لكن ايه رايك لو حركنا الداتا ونزلنا لغايه 0.2؟ لو الار بقى 0.2 انا بعدت قوي، يعني بقى ويك ريليشن، رغم ان هو شبه اقدر ارسم حاجه بين الاندبندنت فاريبل والديبندنت فاريبل لكنه لازال بعيد. طب ما تيجي كده نعمل ريليشن بالعكس. فاكرين لما قلنا الفيسبوك، الفيسبوك لما زود التايم الفاريبل الديبندنت فاريبل بيقل، اللي كان ايه الاستادي بتاعنا بتاع سي بي اتش جروب جريدز، انا بقعد على الفيسبوك كتير فالجريدز بتاعتي بتقل. ايه رايك في الداتا دي مقارنه، يعني الاكشوال فاليو مقارنه بالاستيميتد فاليو؟ تحس انهم بعيد عن بعض، زيرو، مفيش ريليشن، لا يوجد علاقه تقدر تفسر بيها الخط ده، ما يفسرش الرقمين دول ببعض، there is no relation. ما تيجي نقرب كده شويه، شوف الداتا بقى بدات تقرب، الاكشوال داتا قربت من الخط بتاعنا الاستيميتد فاليو او الريجريشن لاين بتاعنا. فدي داتا ماينس 0.5 لكن انها تعتبر ويك، يعني ممكن ويك وسترونج، لكن ماينس 8 اصبحت سترونج، اقدر اقول انها سترونج. ولو احنا قربنا شويه وبقينا ماينس 1 فبقينا تيبيكال داتا. اتمنى ان اكون وضحت ايه هدف الريجريشن اناليسيس اللي احنا بنعمله، وهي دي خلاصه الموضوع، اني اعرف ان الريجريشن الار سكوير او بعد كده زي ما هنقول الكوريليشن كوفيشنت واللي هتبقى ار بس من غير السكويرد، المسافه بتبقى ما بين بقيس ما بين الزيرو وممكن لل1 وللماينس 1، يبقى انا الرينج بتاعي بتاع الريجريشن اناليسيس من 1 لماينس 1. لما يكون الرقم صفر ده معناه ان الداتا ملهاش اي علاقه بالاستيميتد فاليو، ملهمش علاقه ببعض، الاندبندنت فاريبل ملهوش علاقه بالاندبندنت فاريبل اطلاقا. لما نروح ناحيه الواحد بتحول الى سترونج ريليشن، وما بروح ناحيه الماينس واحد بروح ناحيه السترونج ريليشن شيب، لكن
في الناحية العكسية أو في negative relation. It is a strong بس strong negative. نكمل كلامنا في بقية regression analysis أو الملخص بقى اللي احنا عايزين نطلع منه في المحاضرة القادمة.